لكن لو اتكلمنا عن امبارح، الحمد لله قدرنا امبارح نفوز يعني بالثلاث نقاط بهدف محمد صلاح طبعا في الشباك غينيا بيساو في الدقيقه ال70. بعد ال70 دقيقه كانت فعلا من يعني الملاحظه واداء فردي فعلا، يعني معلش احنا يمكن هنكون يعني صريحين زياده، بس هو كان اداء فردي. وكان كمان الهدف اللي اتلغى للمنافس اللي زي ما حضراتكم عارفين ده كان هيخرجنا بشكل مبكر جدا من البطوله، لكن ربنا ستر طبعا، الى جانب التصدي العظيم اللي كان للشناوي في اللحظات الاخيره. الشناوي كان رائع بصراحه برضو، يعني نقدر نقول الحمد لله ربنا يكرمنا بقى مع ماتش السودان يوم الاربعاء يا كريم. الواحد على اعصابه برضو بصراحه رغم الفوز الصعب اللي احنا حققناه بالامس، لكن اللي احنا بنتمناه واللي احنا عايزينه بجد هو عوده شخصيه منتخب مصر، عوده الروح القتاليه اللي بتخلينا كلنا نفخر، كلنا نفرح، لان حتى هذه اللحظه انا ما اعتقدش، ولو انت تتفق معايا كريم، لسه الروح ما رجعتش. يعني احنا نستحق كده، مصر تستحق اننا نرفع اسمها ونرفع علمها في كل البطولات. احنا دلوقتي يمكن بقينا كمان قبلة البطولات الكبرى، وبنستعد كمان لاستضافة مزيد من المحافل الدولية، ده بنتكلم خلال العام الجاري 2022. فياريت ياريت نشوف بس منتخب مصر بالصورة اللي احنا نعرفها، لان حتى هذه اللحظة احنا ما شفناش ده.